علامك يا جفن ما بطل وشلاك، وفضحتني صيرك ضلك خيط، وشلاك بس من الرشيح شبعت وشلاك المضى ما ظن يعود النوب لي. الله الله الله. كذلك انا سامع بيت لاقات، دائما كثير التردد يعني على ألسنة الاخرين. نعم. لاقات عفا روحي ايش كثر حسرات لاقات، بغيابك يدعيت القلوب. الله الله. لاقات انوحا والنياح عليك، الله لاقت بسبب ما خلفت مكروه لي. الله حجينا انا اريد استفاد. فقلت عملنا قدر ما سعة لدينا بأحسن ما ترى للناس عينا. هي الأقدار شئنا أو أبينا مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. أحسنت أحسنت يا أبو حسين. ينحال كل لحظة التمر والحيل ينحال. الله، هذا أعتقد آخر أبياتك؟ والله هو قريب من الآخر. أها. أما أن يكون آخر أو قبله أو قبله أو قبل البيت. حلو. كل لحظة التمر والحيل ينحال، ومن سيء إلى أسوأ حال ينحال. يا ابو السجاد هذا الامر ينحل اذا تتكرم بفضلك علي. الله 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 الله. شنو بيت ابو حالات؟ حالات قفر ديارهن الوقت حالات، وتبدل نور ليالك ليل. إذا أنت صفيتي هاي حالك عفاني شلون أمشي وحيل بي. هذا باروجة ما عجبك جواب جاوبوني بي هواية كلهم شعراء هنا اللي كوني كوني أريد أسمع أبو كوني. كوني 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 كون الناس كون وكون كوني، ووصي الروح بالعزدوم كوني. كوني حكي مو رغب للغير، كون الصدق نهجو كلمتي ذيك هي. الله 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 الله. انا مرت على مسامعي بل دورتها. ايه؟ مساجلة وانحبلها انت وعبد الواحد الهلالي. ايه؟ رحمه الله. هذه المساجلة اللي أخذت حيز وحتى أبياتها مغنات يعني. إيه وانحبلها وانحبلها. هج أعتقد حدا حاد الرجايب، حدا حاد الضعاين وانحبلها. وشوف الرسوم داره أنت تقول. أنا اللي حلو. حد حاد الضعاين وانحبلها، وشوف رسوم داره. المودة وين صارت؟ وين حبلها؟ وين حبلها انقطع لو ارتجي عودون لي. الله الله الله. وقالوا الجماعة الله شقاء ما حافظ مساجلتهم؟ لا والله ما احفظ. اها. انا هسه هذا بيت وقفت فيه. الله. هواية شعر ما أقدر إلي ما أحكي. نعم. حجينا أبو حسين تتذكر بعد لك مساجلات مع آخرين مثلا شون كان البيت؟ تنتقون بيت المساجلة اللي ياخذ مدى، وممكن أن تحثون الآخرين أن يساجلون البيت. عبد الواحد الهلالي قال بيت يقول بيته
اي اللهم لعن الشيطان. حايا درد اللي بقلبي عبر قفيتي. ايوه وشتها. ها؟ وشتها غير؟ ايه. يا درد اللي بقلبي وشدها. ها؟ وشدها بعد شعظم من البلوى. وشدها. صرت مجبور اطويها. وشدها. وشدها واشيل انكارتي بيها الاذي. اها. عبد الواحد. حلو. ما جاوبوا على الموسى؟ جاوبته. اها. قلت له كأنك متعاجز. اها. هل 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 عجز شنو هذا؟ جيبه جيبه اذا عندك فيه. حلو. ما معناه بهذا البيت. حلو حلو. قلت له المصايب صوبا قلبي خلنا يذوب وابد ما بانت. حلو حلو حلو. خلنا كانك عاجز من الهم خلنا احط شكبان واطبش شنو سوي. الله 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 الله. يعني اليوم انا اسمع ابو ذيات الان بحكم كوني اجالس الشعراء واحضر اماسي ومهرجانات. لكن قليل ما يستفزني قافيه وخصوصا رباط البيت اللي هو يعتبر اساس البيت وخلاصه البيت. نعم الرباط انا اعتبره خلاصه البيت. الرباط يرفع البيت الى السماء. حلو حلو حلو. يعني ما جاي اسمع مثل ما اسمع اليوم. ما ادري لانكم سبقتمونا بفتره زمنيه مثلا واستحوذت على القوافي الجميلة وعلى الرباطات وعلى لا لا موجودة. أها. اللغة العربية طويلة عريضة. حلو. يهتمن وصل قلة يا طارش يهتمن ترى حسرات قلبي. الله. يهتمن كان بكثر همنا يهتمن يجينا بليل اذا تبدل الوصية. الله الله.